إجراء جديد تتخذه الولايات المتحدة بشأن الفلسطينيين الذين يستقبلون قرارات الرئيس دونالد ترامب حيال قضيتهم بانتقادات شديدة. فبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الشهر الماضي التزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، تعلن وزارة خارجيته هذه المرة أن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار الجهود التي تقودها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. ونفت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورث أن يكون تعليق المبلغ هدفه معاقبة الفلسطينيين، وأضافت أن عدد اللاجئين الذين يشملهم برنامج الأونروا زاد كثيرا عما كان عليه سابقا، وأنه ينبغي زيادة المبلغ التي تقدمها الدول الأخرى أيضا، لأن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها يجب أن تكون المانح الرئيسي لكل منظمة على مستوى العالم. وهذا الإعلان بعدم صرف المساعدات كان قد سبقه إعلان آخر يوم الثلاثاء، وقالت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستعلق مبلغا منفصلا قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه لأونروا، قائلة إن على الوكالة إجراء إصلاحات لم تحددها الخارجية الأمريكية في إعلانها المذكور.